اهلا بكم من جديد، ومعي على الهاتف الدكتور ايمن ابو العيله رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب المصريين الاحرار، ومعنا ايضا الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب. اهلا بكما يا ساده، وابدا بك دكتور ايمن، لماذا ترفضون قانون المحليات الان بعد 3 سنين من وجوده داخل المجلس؟ تحياتي لحضرتك استاذه لميس اولا والساده المشاهدين، وتحياتي للدكتور عماد جاد طبعا استاذنا في الامور السياسيه. انا هكلم حضرتك بمنتهى الامانه، يعني حضرتك ظلمتي الاحزاب عندما تقولي ان الاحزاب غير جاهزه للقانون المحليات. احنا اعتراضنا على قانون ورفضنا للقانون لاسباب موضوعيه صح لحضرتك باختصار جدا، وحضرتك اللي لكي الحكم في هذا الموضوع. وقت التعديلات الدستوريه انا كنت ذكرت ان احنا لازم نعدل اكتر من ماده في الدستور، لان هي لن تقوم لقانون المحليات قائمه في وضع الماده 180 اللي هقولها لحضرتك، اللي مش هينفع معاها انتخابات الا بنظام معين. اولا الماده بتنص على ان تخصص ربع المقاعد للشباب والمراه، ولم تنص على كلمه على الاقل، بمعنى ان هو يجب أن تكون بدقة ربع عدد المقاعد للمرأة والشباب. فبالتالي أنا مضطر عشان أحقق هذه الحصة أن يكون هناك قوائم أحط فيها الحصة دي عشان أضمن نجاحهم عشان القانون ينفذ. بعد كده إذا في بره القايمة في الفردي، إذا نجحت امرأة أو شاب واللي مش معقولة أمنحهم الدخول الفردي، يبقى أصبح القانون غير دستوري أو الانتخابات غير دستورية. فبالتالي يجب ان يكون هناك مخرج، فبالتالي المشرع الدستوري اجبرني بالماده 180 ان انا اعملها بقوائم مغلقه بالكامل 100%، وهو اللي انا شايفه او احنا كحزب شايفينه سياسيا غير دقيق وغير ملائم للحياه السياسيه المصريه، ان انا امنع الفردي تماما. ومع ذلك اذا كان القانون لابد مع عدم تغيير هذه الماده، يبقى الشرط بتاعنا ان احنا لازم يكون طيب القوائم ب 100%. طيب خليك مع طيب خليك هوضح يعني عشان بس اخد راي دكتور عماد، وهرجع لك تاني دكتور ايمن. دكتور عماد، يعني سمعت ما قاله الدكتور ايمن انه هناك مواد معوقة او مواد هم يرونها لا تصلح لهذا القانون، بس القانون ده منصوص عليه في الدستور. يعني احنا بقالنا كام سنة؟ ده احنا 5 سنين، ده مش في التعديلات اللي جت في الدستور. اتفضل يا دكتور. يعني ما احترامي وبعد مساء الخير لحضرتك ولصديقي العزيز الدكتور ايمن ابو العيله. انا اميل لوجهه النظر اللي حضرتك تفضلت بيها، لانه دكتور ايمن بيتكلم على قضايا فنيه تتعلق بالانتخابات وبقانون الانتخابات للمحليات. اللي حصل ان الاحزاب والكتل الحزبيه الرئيسيه رفضت القانون من حيث المبدا. الدكتور ايمن قال انا ما عنديش مشكله بس نعدل القانون. في ناس اقترحت اثناء المناقشه خلونا نناقش القانون كاستحقاق دستوري، خلونا نفصل ما بين اصدار قانون هيئه المحليات وبين تطبيق قانون المحليات. يعني في هيئه المحليات، في قانون للمحليات وقانون للانتخابات. يعني اذا كان الكلام صحيح بتاع الكتل الحزبيه، وفي الحقيقه يعني دكتور ايمن كان قاعد وانا كنت قاعد في الجلسه، الناس كانت بتتكلم على ان احنا مش جاهزين، يعني حزب مستقبل الوطن احنا مش جاهزين. الكلام ببساطه شديده كان واضح انه احنا مش مستعدين، وبعضهم بيقول احنا عندنا وعود لناس كتير في المحليات، ولو احنا عملنا المحليات قبل البرلمانيه ربما نزعل الناس وبالتالي فرصنا تضعف في الانتخابات البرلمانيه. فخلينا نقول لو بشكل مبدئي هذا استحقاق دستوري كان ينبغي تمريره. ثم الدكتور علي ما كانش عنده مشكله انه يتم قسم القانون الى جزئين، جزء خاص بالمحليات وجزء خاص بانتخابات المحليات، والبرلمان يشرع، اما من يطبق ويحدد ميعاد الانتخابات هو السلطه التنفيذيه. وبالتالي انا ضد رفضه بشكل مبدئي. طب دكتور ايمن، اذا لو كان هذا مطروحا زي ما الدكتور عماد قال انه يعني قانون للاداره المحليه وقانون للانتخابات المحليات، لماذا لم تلجاوا لذلك او تدفعوا في هذا الاتجاه لو انتم جاهزين؟ وانا ما بتكلمش هنا بس على المصريين الاحرار، انا بتكلم على كل الاحزاب. لو الاحزاب جاهزه ليه ما كانتش تنهي قانون الاداره المحليه وتخلي يا جماعه نتخانق بعدين على قانون المحليات، على قانون الانتخابات؟
نفصل القانونين، بس مع ذلك القانونين متداخلين في بعض جدا، لان هو يعني القانون بيتكلم على المحليات التنفيذيه كالمحافظ وسكرتير المدينه وخلافه، لكن هو الغرض منها هو الحوكمه والشفافيه على هذه الاجهزه، مش بس ان انا اعمل لهم جوب ديسكريبشن. انا اللي يهمني نظام الحوكمه واللامركزيه الحقيقيه اللي تتم بالنظام الانتخاب، ان حد يراقب هذا الجهاز التنفيذي اللي احنا مفتقدينه، واللي عامل عبء على النائب ثقيل جدا ان هو بيخلص كل خدمات الدايره وهو الوسيله الوحيده للتواصل بين المواطن والجهاز التنفيذي. ولذلك اللي انا بقوله بس بالمنطق، ازاي اطلع قانون يبقى غير دستوري؟ اذا ارادوا ان يمرروا هذا القانون ويفعلوا عليه، يجب ان انا قلت موافقتي تبقى مشروطه بالتعديلات ان تكون قائمه 100%. انا هدي لحضرتك مثال تاني في القانون، عاملين تعريف العامل في الانتخابات برضو، عاملينه ان هو يكون ليس حامل مؤهل وليس يكون في نقابه مهنيه. طب ونص الماده 180 بيقول المسيحيين وذوي الاعاقه تكون نسبتهم من داخل العمال والفلاحين. يعني انا همنع المسيحي اللي عنده مؤهل وهمنع ذوي الاعاقه اللي عنده مؤهل يا دكتورنا الانتخابات. يا سيادة النائب، كان أمامكم القانون ده أو مشروع القانون ده بقاله قد إيه؟ ده خد 70 جلسة، ده كان موجود جوه من البرلمان، يعني قدامكم كان 4 سنوات. إحنا في العام الأخير للبرلمان كان قدامكم 4 سنوات، لو القانون ده حتى مقدم من 3 سنوات، قدامكم 3 سنوات، بقالكم 3 سنين و70 جلسة وما قدرتوش تغيروا هذه المواد. ارجعي حضرتك لكلامي في كممثل لحزب المصريين الاحرار في اللجنه العامه وفي الجلسه العامه ساعه التعديلات الدستوريه، وتوسلت ان تتغير المواد القاسيه التي سوف تدمر القوانين في الدستور. في مواد ما انا مش هغير، ما انا حتى في تعديل الدستور انتوا ما غيرتوش ده، يعني ما انا يا فندم انا قلت المواد دي هتعوق قانون المحليات. انا هدي لحضرتك مثال تاني، اصل دي امثله تكنيكال، الامثله فنيه جدا على المشاهد، ممكن ما يكونش فاهمها مفهوم، لكن في النهايه هو الناس بتسال، الناس المحليات هي اساس اهتمامات الناس. دكتور عماد جاد، ده معناها انه احنا ما فيش قانون، يبقى في ظنك لن يكون هناك انتخابات محليات 2020؟ يعني هو بالشكل اللي تم دوت، وتم يعني اللي حصل امبارح انه بعد مناقشة القانون، احنا عشان بس اوضح لحضرتك فكرة بسيطة ودي ربما ترد على الدكتور ايمن بشكل واضح. القانون حينما يأتينا نناقشه من حيث المبدأ، موافق ولا رافض من حيث المبدأ، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مناقشة المواد مادة مادة، واللي عنده تعديل يطرح تعديله. إحنا القانون اترفض من حيث المبدأ ولم ندخل في التفاصيل. دكتور أيمن دخل في التفاصيل، فاهم إزاي دلوقتي هو بيتكلم في التفاصيل. لا، إحنا القانون رفض من حيث المبدأ، لما بنيجي نناقش من حيث المبدأ، وبعدين إذا حصلت موافقة من حيث المبدأ بنناقش مادة مادة ونطرح التعديلات ونناقش ونتخانق ونعمل. كويس؟ القانون رفض من حيث المبدأ من الكتل البرلمانية الكبرى. دكتور أيمن كان موجود، وأنا حتى دكتور أيمن يحضرني وأنا كنت موجود وطلبت الكلمة وقلت فيها كالتالي، يعني أحد ممثلي الأحزاب بيقول إيه؟ مصر تتعرض لمخاطر وتهديد ومؤامرات من الخارج، فما نقدرش نعمل انتخابات محلية. قلت له طب ما نعملش حاجة خالص بما فيها البرلمان بقى، لو هي كل شوية نتلكك بالاتحادية اللي تتعرض ليها مصر. طيب. يعني أنا كنت أتمنى إن إحنا نوافق عليه من حيث المبدأ وندخل في التفاصيل، نتخانق أو نفصل قانون لكن الرفض من حيث المبدأ. طب هنا دكتور دكتور عماد، يعني الدستور نص ايه؟ على 5 سنوات يطبق فيها نظام الإدارة المحلية. طبعا خلصوا. طب وبعدين ال5 سنوات دول تقريبا عدوا. أزمة دلوقتي، القانون ده موجود وجاهز من 2016، كتر خيرهم قرروا يطرحوه دلوقتي، وده استحقاق دستوري. كويس، لما تيجي الأحزاب اللي هي المفروض مدرسة الكادر عندها 54,000 كادر سياسي هيروحوا المحليات اللي ممكن يبقى منهم شورى ونواب فيما بعد، تم رفضه. طب وبعدين هنعمل ايه؟ هل ده معناه ان البرلمان قد يقع في مخالفه دستوريه؟ هو في مخالفات دستوريه طبعا، بس رفضه لما بيبقى انه ما يجيش، يعني مثلا عندنا مفوضيه منع التمييز، ده استحقاق دستوري من دور الانعقاد الاول، ما تقدمش الحكومه، ما قدمتش ومحدش قدم، فدي مخالفه. لكن حاليا لما الحكومه تقدم مشروع
واستقسوا اللجنه على مدى فتره زمنيه طويله جدا ويدفع بيه للبرلمان، يجوا القوى السياسيه والاحزاب ترفضه. فهنعمل ايه دلوقتي؟ انا طيب دكتور ايمن عشان وقتي بس، دكتور ايمن هنا يعني انتم تدفعون برفضكم البرلمان للوقوع في مخالفه دستوريه. برضو انا بقولت لحضرتك انا كلامي هو واضح والدكتور عماد يشهد على ذلك، انا قلت موافقتي مشروطه. هذا ليس رفضا، هذا ايوه. ما انتوا رفضتوا من حيث المبدا، انتوا ككتله المصريين الاحرار مع الوفد مع مستقبل وطن، انتوا الثلاثه رفضتوا خلاص. يا فندم القانون هيطلع غير دستوري، يعني هنوافق على قانون غير دستوري ازاي؟ الموضوع في منتهى الخطوره. احنا حتى لو عرفنا العامل بطريقه ثانيه المحكمه الدستوريه. طب خليني اغير السؤال، انتوا جاهزين، انتوا كحزب جاهزين ب 54,000 او يعني بالنسب يا فندم؟ احنا مش لازم نتقدم على كل المقاعد، احنا عاملين ورشه عمل بقالنا سنه مع السيدات والشباب. فتقدر تنافس مثلا في المحليات على كم مقعد يا استاذ يا دكتور ايمن؟ على كم مقعد ينافس المصريين الاحرار؟ لا انا ما اقدرش اقول لحضرتك طبعا، ده موضوع مؤسسي، بس يعني على الاقل احنا نقدر ننافس على في جميع محافظات مصر. شكرا. احنا جاهزين بالتدريب، كل الامانات شغاله. كل الامانات شغاله. انا بشكركم شكرا جزيلا. اذا من الواضح دكتور، بشكر دكتور ايمن ابو العيله رئيس الهيئه البرلمانيه المصريه الاحرار والدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب. اذا كما هو من الواضح انه تتراجع فرصه المحليات في الانتخابات العام المقبل، واحنا كده في انتظار دخول قانونين مهمين للاعداد للاستحقاقات الانتخابيه، النواب والشورى.